القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي ثروة الخرباوي، صرح بأن قطر تعتبر الممول الرئيسي للتنظيم الإرهابي وخاصة التنظيم الدولي، وهي على هذا الحال منذ انقلاب الأمير السابق حمد بن خليفة على والده عام 95. لا بل إنه كلف زعامات التنظيم الإرهابي بتربية أبنائه، وخاصة تميم الأمير الحالي الذي تلقى منذ نعومة أظفاره تنشئة خاصة على مثل وأطروحات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على أيدي قيادات من أمثال يوسف القرضاوي.